مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده برنامجكم حكايات مع مروه عزام. اهلا بيكم ويا رب تكونوا بالف خير. قد ايه بكون سعيده وانا معاكم ودايما مع بعض بنتكلم في مواضيع مهمه جدا جدا وبتلمس قلوبنا كلنا، مواضيع من قلب بيوتنا، مواضيع كلنا عشناها او سمعنا جيراننا او اصحابنا او اي حد بنحبه وعزيز على قلبنا عاشها، خاصه في زمن العجائب، الزمن اللي كل حاجه فيه اتغيرت، الزمن اللي بقى الدليفري بيوصل قبل عربية الإسعاف، الزمن اللي بقى إنك تاخد من حد موبايله توجعه أكتر ما تهينه في كرامته، الزمن اللي المبادئ فيه اختلت والموازين كلها ما بقتش مظبوطة، زمن عجيب وغريب، زمن بقينا نسمع فيه عن الانحلال عادي وممكن نشوف الانحلال بعينينا ويتقال ده تحضر، ده انفتاح، خليك اوبن مايند. زمن غريب بكل المقاييس، زمن انتهت فيه الاصول والعادات والتقاليد، زمن تهنا وتاهوا فيه ولادنا، ويا عالم اللي جاي هيكون ايه الا ما رحم ربي. مش عايزه اسود الصوره ولكن للاسف يمكن انا بتناول محتوى دايما تبقى فيه الصوره سوداويه، وبقول ان دايما اللي عنده حاجه حلوه بيخاف عليها فبيخبيها في ظل الظروف الصعبة اللي الناس فيها بتعاني، وكل واحد عنده مشاكله وربنا أعلم بالجميع. النهاردة هحكي لكم عن قصة عجيبة بمعنى الكلمة، أنا نفسي لما سمعتها استغربت واستعجبت. بتحكي وبتقول أنا جوزي بيأمرني نزل لأمه، أمه الست القاعدة، جوزي بيقول لي هتزلي أمي وملكيش علاقة بيها ولو نزلت لها تتقطع رجلك. أنا متجوزة من 3 سنين، متجوزة عن قصة حب. طول فترة الخطوبة ما كانش بتجيلي حماتي، وكان دايما يقولي أصل أمي قاعدة، فكنت مقدرة جدا الظروف الصحية اللي أمه فيها، عنده 4 أخوات بنات وهو الولد الوحيد، إخواته كانوا بيجولي دايما، لكن أمه ما كنتش أعرف عنها أي حاجة غير من كلامهم لما أنا كمان بفتح الموضوع وبسألهم، لحد ما اتجوزنا. اتجوزت وهي كانت عايشة في أوضة تحتي وأنا في الشقة اللي فوق. من يوم ما اتجوزت وجوزي بيعاملني حلو جدا، إلا لو جبت سيرة أمه يقلب لشخص تاني، يبقى راجل مجنون، ألاقيه اتعصب واتنرفز ويقولي ما تجيبليش السيرة دي. لما أقول له أنا هنزل لمامتك يزعق ويقولي شقتك أولا وأنا مش عايزك تنزلي لها، أقول له دي لوحدها، دي قاعدة، دي بتزحف عشان تدخل الحمام، يزعق ويصور ويقولي مالكيش دعوة. كنت بتجنن، حاسه ان في سر، ومهما كان السر اللي يخلي بني ادم بالقسوه دي تجاه امه، اللي يخلي بني ادم ما يبقاش عنده رحمه تجاه الست اللي كانت سبب في وجوده في الدنيا. كنت بشوف الجيران هم اللي بيساعدوها، وكنت دايما بنزل من وراه اخليه يروح الشغل وانزل انا على طول اعمل لها كل اللي هي عايزاه، وهي تقول لي يلا بسرعه اطلعي قبل ما هو يجي، ده لو شافك عندي هتبقى مصيبه سودا. كنت اقول لها طب احكي لي انتي، احكي لي اللي هو مش عايز يحكيه، قولي لي ايه السبب اللي بيخلي ان انتي تحتي وانا فوقيكي وابنك هو اللي منعني ان انزلك. الطبيعي واللي احنا متعودين عليه انه بيكون العكس، بيكون الولد اللي بيؤمر مراته انها تنزل والست متضرره، لكن هنا كانت القصه غريبه وعجيبه لدرجه انها سارت فضولي انا شخصيا، بقت عايزه افهم ايه القصه. قلت لها كملي، قالت لي فضلت على كده كتير جدا، انزل من وراه اعمل لها اللي اقدر عليه وادخلها الحمام اعمل لها لقمه تاكلها واطلع بسرعه قبل ما هو يجي، لكن فضولي ما كانش راضي يسكت، وطول الوقت اتكلم مع امي واخواتي واقول لهم قولوا لي فكروا معايا. امي تقول لي يمكن خانته، اقول لها حتى لو خانته، حتى لو خانت جوزها، مش ده السبب اللي يخليه بالجبروت ده؟ يعني الراجل مات دلوقتي وانا حمايه مش عايش، فمفروض انهم ينسوا يسامحوا. ما بقتش فاهمه ليه بيحصل كده، فضلت اعمل كده كتير، وهو اي مره اجيب فيها سيره امه بتبقى نصيبه في البيت وبتبقى كارثه بكل المقاييس. لحد ما في مره وانا عندها هو رجع من الشغل بدري، اول ما شافني عندها جرجرني من شعري وطلعني لحد فوق وهو جررني، بقيت اصوت واصرخ واقول له انت مجنون، انت مريض، انا لازم افهم انت بتعمل كده ليه، ونزل ضرب فيا لحد ما كسر لي دراعي. ساعتها قلت له اللي يعمل كده في امه عمره ما اديله الامان، انت عارف ان امك ست قاعده وبتزحف، ورغم ذلك كنت بتامرني ان انا ما اعملهاش حاجه. اخواتك كمان ال4 بنات مستغربه جدا موقفهم، عمرهم ما جم الا لما يدوبك يعدوا عليها ما يكملوش 10 دقايق، والقعده كلها
تبقى عندي فوق. حتى مامتك عمرها ما طلعت لي، انتوا ناس غريبه وعجيبه وانا مش عايزه اكون في وسطيكم. وفعلا قررت ان انا مش هكمل تاني، ودخلت اخواتي في الموضوع وقلت لهم انا هتطلق يعني هتطلق. وفات شهر ولقيت الاربع بنات اخواته جايين عشان يصالحوني، جم وقعدوا معايا وابتدوا يتكلموا معايا ويقولوا لي انت مالك جمنا احنا، هو انت هتحبوا مين اكتر منا؟ لو سمحتي ارجعي بيتك وحافظي على بيتك واسمعي كلام جوزك وطيعيه، واحنا اللي بنقولك ما تنزليش لامنا. بيني وبينكم الكلام ضايقني اكتر. قلت لهم يعني ايه؟ طب انتوا لو ناس جحده انا مش قادره، انا نفسيتي ما تستحملش حاجه زي كده. انا لو دي مش امكم وجارتي وفي نفس الظروف برضو هنزل لها وبرضو هحاول اعمل اللي اقدر عليه معاها، فانا ماليش دعوه بكحتكم. لا تقولولي السبب الرئيسي ورا اللي انتوا بتعملوه، يا اما انا واخوكم مش هنكمل مع بعض. لكن هم صمموا ان هم ما يتكلموش وقالوا لي يا بنت الناس ما تخربيش على نفسك، ومهما حصل مش هتبقي احن علينا اكتر من مش هتبقي احن على امنا اكتر مننا، فمالكيش دعوه بامنا وما تنزل لهاش تاني. وانا صممت على رايي وقلت مش هعدي الموضوع بالسهل، يعني ايه اكون في نفس البيت مع امه وما يرضاش ينزلني ليها، ولما انزل ويقفشني عندها يحسسني انه اكني عفوا قفشني مع راجل غريب ويمسكني ويضربني ويمرمطني ويكسر لي دراعي. صممت على موقفي وعدى اكتر من شهرين وعرفت اني حامل. ساعتها المقاييس كلها ابتدت تتلخبط، ارجع ولا مرجعش؟ طب لو رجعت ده اب يؤتمن؟ يعني ينفع يبقى ده اب لابني؟ طب انا لو سمعت كلامه وطعته مش يمكن ربنا يردها لي في ابني؟ مش يمكن ابني ما يبقاش بار بيا لما اكبر؟ افكار كتير فضلت تراودني لحد ما ابويا اتصل بيه وقال له مراتك حامل. ساعتها قرر انه يجي وقال لي انا عايز اتكلم معاكي. طبعا في الفتره دي كان دايما بيحاول يصالحني، لكن انا كنت عند قراري وموقفي، مش هرجع يعني مش هرجع. قعدت معاه ولقيته بيقول لي اللي انا لحد دلوقتي حتى بعد ما قالوا مش عارفه اتصرف ازاي ومحتاره جدا، عشان كده لجأت لكم ولجأت لك عشان تقولي لي اعمل ايه. قال لي انا امي سابتنا واحنا اطفال صغيره كنا قطط، خانت ابويا وعرفت عليه واحد وما اكتفتش بكده، لما ابويا عرف سامحها وقال لها عيشي ربي عيالك ده انت معاكي خمسه، لكن هي حبها للشخص ده اللي كان اصغر منها عماها وخلاها ما تشوفش اي حاجه قدامها. سابتنا قطط، متهيألي كانت أكبر حد فينا كان عنده 8 سنين وكلنا أصغر في أصغر في أصغر. سابتنا كلنا وراحت اتجوزت اللي بتحبه، عاشت معاه فترة وأبونا اللي قعد يربينا. أبويا من حصرته حصل له مشكلة كبيرة جدا وجاله جلطة، وللأسف صحته بقت في النازل، وتربينا عند عماتي. وأبويا من الحصر علينا مات بحصرته، مات وسابنا لعماتي هما اللي ربونا، وهي اللي كانت عارفاه زهق منها ورماها وبعده اتجوزت سته. وبعد ما اتجوزت سته وعاشت حياتها وكبرت وكلهم رموها وطلقوها، واحنا كل واحد فينا شق طريقه واتجوز وخلف، رجعت تقول لنا ارحموا ضعفي ارجوكم انا امكم. دلوقتي جايه تفتكر انها امنا، نسيت كم مره كنا بنحتاج لها ومش لاقيينها، نسيت ان كل الاطفال اللي في سننا كان كل واحد في حضن امه الا احنا، نسيت اخواتي البنات اللي ياما تعايروا بيها واللي كتير جدا كانوا بيحتاجوا لها. فافراحهم كانت كل بنت من اخواتي لوحدها في اكتر وقت البنت بتكون محتاجه امها. كل ده نسيته وجايه دلوقتي تقول سامحوني انا امكم. فقررت ان اخدها لما اهل الخير جابوها ليا وهي قاعده ومشلوله، قررت ان اخدها لكن احطها في اوضه لوحدها زي ما انت شايفه. وزي ما ابويا مات مقهور لازم امي تموت مذلوله، هو ده كان القرار اللي خدته. عشان كده حذرتك وقلتلك مالكيش دعوه بيها، لان ما يشرفنيش ان امي تقعد معاكي او تنقلك تجاربها او تحكيلك اي حاجه من الماضي اللي يمكن لو قعدت معاكي تفضفضلك بيه، وما كنتش احب ابدا انك تعرفي حاجه زي كده. لكن دلوقتي يا بنت الناس بعد ما عرفت ان بقى بيني وبينك رابط وربنا هيرزقني منك بطفله او طفله، بطلب منك نفس الطلب، انك ترجعي وتسامحيني على اللي عملته. انا غلطت في حقك لما مديت ايدي عليكي، لكن ارجوكي ما تكلفنيش فوق طاقتي، اسمعي كلامي وخلينا نعيش ونربي بنتنا او ابننا اللي جايين
وما تنزليش لأمي، ده شرطي الوحيد للرجوع. موافقة بيه نرجع ونعيش في أمان وسلام، مش موافقة يبقى أنت بتكتبي بإيدك النهاية. بتقولي بعد ما مشي وحكيت لأهلي اللي قالوا لي يا بنتي هو عدى العيب، دي أم جحدة ما زرعتش عشان تحصد، وهي اللي عملت كده في نفسها. ارجعي عشان ابنك أو بنتك واسمعي كلام جوزك. لكن أنا مش قادرة، أنا حقيقي مش قادرة، مش قادرة. حاسة أني لو رجعت غصب عني هنزل لها، غصب عني هلاقي عواطفي بتحاول تخليني أساعدها. دي ست كبيرة وقعيدة، حاسة أن أنا محتارة وخايفة برضو من جوزي. حاسة أنه قلبه أسود وما بينساش، ما رحمش ضعف أمه ولا ذلها ولا قبرها، رغم أن الدنيا خلصت له طاره والأيام أثبتت له أن هما اللي كانوا صح. لكن هو وأخواته البنات مش قادرين ينسولها، وأنا حقيقي مش عارف أعمل إيه، وأنا واقفة مكاني محتارة. عشان كده بعتلك وطالبة من الناس كمان يشاركونا بالرأي وقولوا لي أعمل إيه. طيب طبعا المشكلة أنا عارفة إنها محيرة جدا 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 وحساسة جدا جدا. اتكلمنا كتير جدا عن عقوق الأبناء بالأباء، واتكلمنا برضو عن عقوق الأباء بالأبناء، وأنا عارفة إنها أكتر حاجة بتوجعني. أفتكر إن اتسألت قبل كده إيه أكتر المشكلات اللي جات لك خلال برنامج حكايات لايف ووجعتك، قلت العقوق. ايا كان الطرف مين اللي عاق التاني، العقوق بيألمني وبيوجعني. عشان كده انا هقول لك اللي لو مكانك هعمله، لو مكانك قولا واحدا مش هقدر افصل اخلاقي وعواطفي وضميري ومبادئي عن شخصيتي، لان بالنسبه لي البني ادم هو باكج، هو حاجه واحده، ما ينفعش انه يتجزأ وما ينفعش انه يتخلى عن اخلاقه ومبادئه في موقف معين. لو مكانك قولا واحدا هنزل لها وهساعدها. فممكن ترجعي لجوزك وتقولي له بعد اللي انت قلته انا اقتنعت بيه جدا، بس عفوا ما تعتبرهاش امك، انسى انها امك، مالكش دعوه بيها، وهنزل في الوقت اللي انت مش موجود فيه، بس اديني مساحتي وخليني اعطف عليها من باب العطف، لعل وعسى ان ده يبقى الباب اللي بيني وبين ربنا، ويبقى بينك وبين ربنا انت كمان. ما تقفلش كل الابواب، لو هي اخطات فخليك انت الافضل، خليك في مرتبة العافين عن الناس، ودي مرتبة كبيرة جدا عند ربنا، ويا رب كلنا نكون قد المرتبة دي، لأن دي درجة من الدرجات اللي ربنا بيعلي بيها الناس اللي بيقدروا ينسوا الوحش ويتغاضوا، القازمين الغيظ والعافين عن الناس، أهل الفضل اللي إن شاء الله ربنا هيجعلهم بيتسارعوا وبيتسابقوا لدخول الجنة، اللي قدروا ينسوا الوحش ويتجاوزوا عنه ويقابلوا الإساءة بإحسان. أنا شايفة إن ده اللي أنت تقوليه وترجعي لجوزك وتطلبي منه وتستسمحيه وقولي له افصل نفسك وانسى الماضي، بما إنك جبتها لحد عندك وقعدتها كنت ممكن تنسى ده كله وترميها وتقول للناس أنا مش عايزها، لكن طالما جبتها خليني أتصرف أنا بأخلاقي وبمبادئي اللي تربيت عليها بعيد عنك ومن غير ما تحس بده خالص. يعني متهيألي ده حل وسط ممكن تلجئي له، وكمان يا ريت الناس تشاركنا بالرأي وتقول لنا مين مع انها تعمل ده ومين مع انها تتخلى عن امه حسب رغبته وتعيش عشان بيتها يكمل، خاصة ان في طفل جاي للدنيا. ارجوكم اكتبوا لنا كومنتاتكم على صفحة حكايات وصفحة هي، لاني هقراها وهستمتع جدا بآرائكم اللي انا متأكدة انها هتفيد صاحبة المشكلة. دي أول مشكلة جات لي وحبيت أحكيها، لمستني جدا جدا، وأنا دايما متعودة أي شيء يلمس قلبي لازم حضراتكم تشاركوني فيه. هنبتدي نتنقل لموضوع تاني، موضوع بقاله ترند 3-4 أيام، خاصة من بعد الحلقة اللي كانت مقصرة الدنيا للفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز اللي كانت مع القديرة الحبيبة للقلب وقلوبنا كلنا إسعاد يونس. بعد ما الحلقة دي كانت موجودة وبعد ما طلعت ياسمين عبد العزيز، طبعا كل الناس والدنيا اتقلبت على ترند رجوع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. الموضوع اللي كلنا
يعني كتل بحثا وكلنا اتكلمنا فيه، واللي ليه فيه واللي ملهوش فيه اتكلم، من فنانين وجمهور وآراء، وكل حد فيهم رأيه يعني رأيه بيخلينا نتكلم أكتر. لما العوضي بيطلع يتكلم عن ياسمين بيقول قد إيه هي حب حياته، وده حصل لما اتكلم عنها قبل كده في برنامج في إحدى البرامج في رمضان، وياسمين كمان في آخر لقاء قالت أنا بعشقه مش بحبه بس. كلام كتير جدا، يمكن الكلام الكتير ده ومن كتر الفيديوهات ما بتتداول، ومن كتر ما الناس بتركب فيديوهات عليهم، ومن كتر ما بيجيبوا صورهم، بقى ده حديث السوشيال ميديا الأيام كتير. بس أنا كان ليا هنا موقف وهقوله، بس خلونا نشوف النهاردة أحمد العوضي اتكلم وقال إيه في آخر تصريح ليه عن علاقته بياسمين عبد العزيز. هينزل دلوقتي تصريح الفنان أحمد العوضي وهو بيتكلم عن ياسمين عبد العزيز، خاصة بعد مطالبة الناس برجوعهم لبعض. أحمد العوضي قال: رجوعنا لبعض أنا وياسمين عبد العزيز هو أمر خاص جدا بينا، والبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قانطيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم، وانتم اخواننا، وكل ما بتحملوه لينا من مشاعر الحب والعشق للاخر، ولكن لو ربنا اراد لينا الرجوع فيستحقق ارادته في ذلك. ده تصريح الفنان احمد العوضي النهارده، التصريح بتاعه اللي من خلال ما بقالوش كتير، التصريح ده تقريبا من ساعه او ساعتين. طيب التصريح ده بما معناه او فيما معناه زي ما انتوا سمعتوا، انه بيقول يا جماعه اللي بينا كفايه بقى كلام لحد كده، واللي بينا وبين بعض والبيوت اسرار والبيوت قبور، وما يعرفش تفاصيل البيوت غير اللي عايش جواها. طيب انا بس عندي تعليق بسيط للفنان احمد العوضي والفنانه ياسمين عبد العزيز. طبعا البيوت قبور زي ما انت قلت، ولكن انتوا اللي فتحتوا القبر ده، او انتوا اللي فتحتوا باب بيتكم للجميع، انتوا اللي خليتوا الناس تتكلم في قصتكم والفضول يقتلهم تجاهكم، خاصه ان انتوا فنانين مشهورين ومعروفين، فانتوا الاثنين بقيتوا حديث لفتره كبيره. ويا ريت الموضوع وقف عند فكره طلاقكم وزعل الناس على طلاقكم، الموضوع ما وقفش بسببكم انتوا، بسبب ظهوركم في البرامج اللي طول الوقت فيها بتتكلموا عن حبكم لبعض وعشقكم لبعض وتفاصيل قد ايه ان انتوا كنتوا متهنيين وانتوا مع بعض. ربنا يهنيكم ايا كان، يهني كل طرف لو ما رجعتوش، ويهنيكم لو رجعتوا، ولكن احنا اللي بندي الفرصه للناس انها تتكلم، احنا اللي فتحنا المجال ده، انتم اللي عملتوا ده، انتم اللي خليتوا حياتكم على المشاع وخليتوا الناس تشارككم، لان الناس اعتبرت حياتكم هي حياتهم، وكل واحد بقى يقول رايه، لدرجه ان في ناس كانت مفكره تعمل مبادره لرجوع العوضي بياسمين. الموضوع خد اكبر من حجمه، الموضوع كبر اكتر من اللازم. احنا لينا عند ياسمين عبد العزيز الفنانه اللي انا بحبها بشكل شخصي، واحمد العوضي فنهم فقط، ملناش علاقه بحياتهم. اتجوزوا، رجعوا، اتطلقوا، هي هتتجوز تاني، هو هيتجوز تاني، بتهيألي احنا ملناش علاقه بده. حتى لو هم دخلونا، الموضوع شغلنا بشكل كبير جدا، شغلنا بشكل اكبر مما يستحق. احنا مفروض ملناش علاقه بيهم وملناش علاقه بحياتهم، لكن هم كانوا سبب رئيسي في اللي الناس اتكلمت فيه واللي الناس وصلوا له واللي الناس طلبت بيه، اللي طول الوقت عمالين يقولوا يا ترى هيرجعوا، يا ترى مش هيرجعوا، طب ايه السبب، طب يا ترى عشان هي كان عندها مشكله في الخلفه، اسباب كتير بقى. وابتدت الناس كل واحد دماغه تسرح في اللي هو عايزه وبيتكلم فيه. فارجوكم ارجوكم يعني بترجى كل الناس، ركزوا في حياتكم، عندكم اللي يكفيكم، يعني كل بني ادم منا عنده ما يكفيه في حياته، مشاكله، مشاكل ولاده، مشاكل، حاجات كتير قوي بتقابله، اكيد ما عندناش من الفراغ اللي يخلينا بس نشغل حياتنا بان الفنان الفلاني هيرجع للفنانه ولا لا، ولا فلان اللي طلق فلانه، ولا الفنان المشهور الفلاني هيعمل ايه بكره. يعني الناس دي قادره تعيش حياتها بكل تفاصيلها، وهم متطلقين قادرين يعيشوا، وهم متجوزين قادرين يعيشوا، واحنا كل واحد فينا لحياته اللي لازم يعيشها من غير ما نتدخل في تفاصيل. ربنا يسعدهم. حبيت اقول لكم اخر التفاصيل اللي العوضي قال فيها واللي بيها بيقول للناس كلها، يا ريت خلاص، يعني الموضوع خد اكبر من حجمه وخد اكبر من اللازم. هتنقل من الموضوع ده لموضوع تاني وخبر تاني، خبر عن البلوجر نغم. نغم او البلوجر نغم بلوجر معروفة، في ناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش، ولكن اللي يعرفوا نغم هيعرفوا ان هي يعني من البنات اللي كانوا بيطلعوا يستعرضوا جسمهم
على التيك توك، وبنرجع لمأساة التيك توك اللي مش عايزة تنتهي، اللي ما بتخلص، اللي أتمنى يتقفل منظمة التيك توك دي كلها، تتقفل وتتلغي تماما، لأنها شوهتنا وشوهتنا وقلت مننا وشوهتنا وقلت كرامتنا. الخبر هيكون قدام حضراتكم دلوقتي، هقرأ لحضراتكم وهقول لكم أهم التفاصيل اللي لها علاقة بالبلوجر نغم اللي اتقبض عليها النهاردة. تعرض فتيات للخلايجة على سناب شات، القبض على التيك توكر نغم. ده القاهرة 24 منزلة الخبر ان تم القبض على التيك توكر نغم. طيب اللي ما يعرفوش نغم هحكي لكم سريعا، طبعا ليها فيديوهات كتير جدا، بس يعني انا ما حبيتش ان انا اعرض حاجة فيها، احتراما لحياتكم واحتراما لولادكم واحتراما لعاداتنا وتقاليدنا. التيك توكر نغم كان بتطلع تتكلم كلام فج حبتين تلاتة اربعة، كانت بتتكلم باسلوب فيه فجاجة وفيه بجاحة ومفهوش تربية خالص. كانت دايما بتتكلم عن الجسم وعلاقة الرجل بالست وازاي الست تعمل ايه عشان تبسط جوزها، بس ياريت بكلام محترم او مظبوط او يتشابه مع عاداتنا وتقاليدنا خالص. كانت بتتكلم بأباحة عفوا وبفجاجة، ليه؟ عشان تلفت النظر، عشان هو ده السوق، عشان السوق عايز كده، عشان هي كل ما تعمل كده وتطلع بلبس يعني مبتذل جدا جدا، لبس بيبين كل تفاصيل جسمها، بتتشاف اكتر، بتتشير اكتر، الناس بتعلق لها اكتر، والريتش بيزيد، وده المطلوب اثباته، ده المطلوب اثباته، ده اللي عملته التيك توكر نغم. ولكن ما اكتفتش بده، ده كمان ابتدت تمشي في سيناريو تاني، وزي ما شفت الخبر انها كانت بتجيب فتيات وبتعرضهم للخلايجة او بتعرضهم ايا كان لمين عشان خاطر تكسب من وراهم فلوس، ده من خلال برامج السناب شات. كلنا دلوقتي بننام وبنصحى على فيديوهات وعلى مواقع جديدة وعلى ابلكيشنات جديدة ما كناش نعرف عنها حاجة حقيقي. كلنا النهاردة كل يوم بنسمع عن الابلكيشن معرفش اللي اسمه ايه والابلكيشن الفلاني. ستات كتير جدا جدا بسبب انها محتاجة فلوس بتدخل تشتغل في شغلانة هي ما تعرفش هي ايه، لمجرد شافت اعلان هتشتغل من البيت وتقبضي 20,000 جنيه، فتقول لك بس بقى انا عاوز ايه تاني من الدنيا، فتدخل تشتغل عشان خاطر تكسب، ما تعرفش هي تشتغل ايه. في الاول يقنعوها يا بنت الناس يا بنت الحلال والله دي شغلانة عادية ما فيش اي حاجة، وبعد كده يقولوا لها ما انت لو فضلتي بالطريقة دي مش هتكسبي. تقول لهم طب ايه الطريقة اللي تكسب؟ يقولوا لها الطريقة ان انت هتعملي 1 2 3. 1 2 3 ده ملوش علاقة ولا بعادات ولا بتقاليد ولا عرف، ملوش علاقة بدين، ملوش علاقة بأي شيء غير ان انت تبيعي نفسك عشان تتقاضي اجر. في اللي بترضى وتقول لك ايه المشكلة ده من ورا شاشة، وفي اللي عندها دين وضمير وتقول لك لو بفلوس الدنيا ما باعش اخلاقي ولا ديني ولا شرفي. ولكن احنا بقينا في مهزلة. طبعا كل الشكر للشرطة المصرية وكل الشكر بجد لرجال الشرطة اللي واخدين بالهم من كل المهاترات اللي بتحصل، اللي واخدين بالهم من الإسفاف اللي بيحصل، وبيتم القبض على البنات اللي عايزين يتاجروا ببناتنا واللي عايزين يضيعوا بناتنا. ونغم ما كانتش أول واحدة يتقبض عليها، كان قبليها طبعا عارفين حنين حسام وغيرها 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 اللي بيتم القبض عليهم، وأنوش وناس كتير جدا يعني كانوا بيروجوا لكل ما يخالف عاداتنا وتقاليدنا. معايا تليفون لواحده من ضحايا السوشيال ميديا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه مروه؟ اهلا بيكي، اهلا وسهلا، اتفضلي انت على الهوا. والله يا استاذه مروه انا بحب حضرتك جدا لانك انت بتطبطبي علينا كلنا. يا حبيبتي اهلا وسهلا، وقولي لي كنت ازاي ضحيه من ضحايا السوشيال ميديا؟ والله يا استاذه مروه الارقام ما اعرفش انا اصلا بيجيبوا رقمي منين، هما تقريبا ما اعرفش بيجيبوا لك رقم كبير كده على الواتس وبيدخلوك على حاجات تانية، بيدوكي زي لينك. يعني انت جالك لينك على الواتساب؟ لا، لينك على الواتساب بيقول لك روحي على انت هتكسبي يعني، وليكي مكافاه ماليه وكل ما تدوسي على حاجه لايك وكده هيجي لك مكافاه ماليه. فانت بتفتكريها لعبه وبتبتدي تتبعي الخطوات. ده هو قالوا لي شغل من البيت، هم قالوا لي زي شغل مين اللي قالوا لك؟ مين اللي قالوا لك؟
هي دلوقتي هي لما وصلتني للينك التاني، البنت اللي في التليجرام بتقول لك شغل من البيت. طيب واحدة واحدة، انت اولا كنت عايزة محتاجة شغل؟ هو انا يا ابلة مروة مش حكاية محتاجة شغل، انا قلت ايه يعني حاجة هتسند معايا، يعني هرفع دلوقتي الدنيا. جميل، انا بس عايزه اعرف الخطوات عشان الناس تاخد بالها. جات لك فكره انك عايزه تشتغلي، ايه الخطوه اللي عملتيها اتعرفتي بيها على الناس دي؟ ما انا بقى يا ابله مروه غبيه بقى في ان انا ايه يعني زي ما يكون ايه استريحت لها، ولا بتحب هي بتحاول تقنعك. دي واحده اتعرفتي عليها على الواتساب؟ ايوه. ولا اتعرفتي على اني ابلكيشن، واتساب ولا تليجرام ولا عرفتيها ازاي؟ لا واتساب. واتساب جبتي رقمها منين؟ هي اللي جابت رقمي. ما هو زي ما يكون ايه بيحط يعني ارقام كده هم بيجيبوها، ما تعرفيش ازاي. انا ما اعرفش، انا حتى قلت لها انت جبتي رقمي منين. اه يعني هم معاهم ارقام بنات، فابتدي لقيتي حد بيكلمك. تمام. ايوه. اه قالت لك ايه بقى؟ بتقول لي شغل من البيت وليكي مكافأة مالية والحوارات دي كلها. قلت لها خلاص ماشي. حولتني بقى لللينك اللي على التليجرام. فكل ما يعني تبعت لك حاجه يعني مثلا صوره برفان الاول، صور ملابس حريمي كده يعني، بتعملي عليها لايك لايك. فايه بتقول لك انا هبعت لك مكافاه ماليه. الصوره عليها 20 جنيه. تمام يا ابله مروه. تمام. انت يعني مسافه ما تعملي لايك الصوره عليها 20 جنيه. ايوه. اه فالمهم بقى يا ابله مروه معاها واحد تاني بقى بتبعت لي برضك لينك واحد تاني مرسوم صوره واحد كده هو بيقول لك انا المعلم بتاعك وانا اللي هقودك وانا اللي مش هقودك والشغل حلو وهتنبسطي والكلام ده كله. انا فاكره شغل اللي هو العادي الشغل الاونلاين اللي مو بيقولوا عليه. وبعتوا لك فلوس فعلا 20 جنيه يعني؟ هم في كل صوره 20 جنيه. هم ثلاث صور اللي عملت لهم لايك خدوا مني 60 جنيه استاذه مروه. بعتوا لي معلش 60 جنيه 60 جنيه. اه المهم يا استاذه مروه يقول لك ايه ليكي خطوات تعمليها. انا معايا حاجات اصلا اللي انا بقول لك عليه ده معايا في التليفون يعني لو عايزين ابعت لك سكرينات شوت. معاكي سكرينات الحديث اللي بينكم؟ ايوه انا معايا الحاجات بتاعتهم عندي، بس المشكله ان هم اصلا لما بيلاقوكي بقى خلاص جبت اخرك فبيهم اللي بيحذفوكي من عندهم. حلو. بعد ما اللي كلمك ده قال لك انا المعلم وانا اللي هعلمك، حصل ايه؟ بيقول لك بقى يا استاذه مروه يعني مثلا ايه هاتي فلوس مثلا احنا هنعمل اللي هو اسمه ايه اللي هو شغل بتاعهم دون يعني هاتي فلوس واحنا هنزود لك الفلوس يعني. المهم ايه يا استاذه مروه انا اصلا يعني كان معايا ايه 1000 جنيه انا محوشاه وفلوس شايلها لاختي يعني. بعت لهم اول مره 800 جنيه قال لي ده احنا هنخليهم لك ايه 2000 جنيه والحوارات بتاعتهم دي. اه انت مش هتاخدي دلوقتي ال 2000 جنيه. طب امال امتى؟ لما تعملي المعلومه الثانيه. كان معايا فلوس اختي شايلها هنا هو يا استاذه مروه، فقلت ايه اما ايه اما احطهم يمكن ايه اكسب يعني فلوس كده، احنا بنشغل لك الفلوس والكلام ده. تمام. المهم خدت فلوس اختي وحولتها فعلا. وبعدين؟ بعدين يا استاذ مروه يقول لك ايه بعد ما خد مثلا خد مني ثاني مره 3800 تقريبا، احنا عايزين منك بتاع ده. خلص الموضوع. معلش يا استاذ مروه انا سامعاكي بس علي صوتك لو سمحتي. بقول لك بعد ما خد مني ال 3800 قال لي على 15000 جنيه. اه وعملتي ايه؟ ما حضرتك انا معيش اصلا، انا اصلا اللي بعتهم له مش بتوعي. يعني انت بعتي 3800؟ اه يا استاذ. طب انت مش الاول بعتي 800، بعتي الثلاثه ازاي؟ ما هو قال لك عشان انت تاخدي فلوسك كلها لازم تمشي على خطوتين، الخطوه الاولى كذا الخطوه الثانيه كذا. انا معايا بقول لك الكلام ده كله. وكل خطوه تزودي في الفلوس. اه تزودي في الفلوس علشان انا ازودهم لك يعني. تمام. احنا بنبيع وبين الحاجات اللي هم الحريم والحاجات دي ده. المهم يا استاذه مروه حولت الفلوس يقول لك ايه على حاجه ثالثه. لحد ما وصلوا ل 3800. اه حولي لنا كام بقى علشان انت بقى تاخدي فلوسك كلها 15000 جنيه. اه 15000 جنيه. طب انا اجيبهم لك منين؟ عملت له كده. المهم قلت له خرجني من الموضوع ده وانا عايزه ايه فلوسي. قال لي
انا سامعاكي، خليكي اسرع عشان احنا على الهوا. قال لك ايه؟ بتقولي ايه استاذه مروه؟ خليكي اسرع عشان احنا على الهوا. لسه معاكي والله. طب انا سامعاكي كملي. قال لك ايه؟ بقول لك قال لي هاتي 15000 جنيه علشان اديكي بقى الفلوس كلها واديكي العموله اللي بيقولوا عليها العموله دي. وبعدين؟ قلت له انا معيش فلوس، انا معيش فلوس. انا اللي اديتهم لك اصلا ما كانوش بتوعي. وصلتوا لايه؟ بعتي ولا هو ولا ايه اللي حصل؟ انا بعت فعلا يا استاذه مروه، ما انا بقول لك ال1000. لا بعتي تاني 15000 جنيه ولا وصلتي لفين؟ ما بعتش بقى، ما انا اصلا مش معايا اصلا. المهم دخلت وقلت له، دخلت وقلت له بتاع ده، دخلت وقلت له انا معيش فلوس. طب يا حبيبتي بعد اذنك قولي لي وصلتي لفين دلوقتي؟ الو الو، وصلتي لفين؟ يعني جالك الفلوس ولا عملتي ايه؟ لا ما جاليش يا استاذه مروه، ما هو للاسف ان هم طلعوا نصابين اصلا يا استاذه مروه. عرفتي امتى بقى انهم نصابين؟ عرفت نصابين لما قلت له حضرتك انا مش هقدر اعمل اللي انت قلت عليه دون. اللي هو ايه اللي هو قال عليه؟ ال 15000 جنيه؟ قالت 15000 جنيه عشان نديكي العموله بقى اللي هي الكبيره. اه. هتديني كام؟ قال لي 28000، ده على كلامه هو. طب انا عايز اخرج من اللي انت دخلتني فيه ده وهات فلوسي. بيقول لي لا لازم تعملي العموله الثالثه. قلت له انا معيش فلوس، انا اصلا الفلوس اللي انا واخدها دي بتاعت اختي، ولو سمحت رجع لي فلوسي. بيقول لي لا مش هينفع، اتصرفي طيب يا فندم. قلت له اتصرف ازاي؟ قال لي بيعي بقى حاجات البيت. قلت له ابيعها ازاي يعني؟ بيقول لي اتصرفي. قلت له حتى لو هتبيع هتتباع المستعمل ده هيجيب كام؟ وخلاص الحديث انتهى على كده بينكم؟ لا ما انا اترجيته بقى كذا مره، واترجيتها هي كذا مره، واعتبريني زي اختك يا حبيبتي والكلام ده كله. تقول لي اتصرفي، خدي من الاهل خدي من الاصدقاء. قلت لها ازاي يعني؟ ساعديني ساعديني. راحت بتقول لي اتصرفي. إيه هو يقول لي ايه؟ ابيعي هدومك. قلت له ابيعي هدومي ازاي يعني؟ ما طلبوش منك اي طلب مقابل الفلوس يعني؟ خلاص اعملي لنا كذا، اي طلب خارج؟ هم طلبوا يا استاذه مروه، بس انا ما اقدرش انا على طلباتهم دي. ما هو انت يا فلوس يا كده. قلت لهم لا انا ما ينفعش اطلب كده. ودلوقتي خلاص فلوسك راحت يا استاذه مروه؟ فلوسك راحت خلاص دلوقتي؟ اه يا استاذه مروه، ما انا عرفت بس متاخر بقى. ما هي يا ريتها فلوسي كمان، دي فلوسي وفلوس اختي. واختك عرفت باللي انت عملتيه؟ لا ما عرفتش للاسف الصراحه. طيب انا بشكرك، قولي لي عايزه تقولي حاجه؟ انا يا استاذه مروه عايزاكي بس تساعديني، بس اشوف طريقه اخد منهم فلوسي. طيب انا عايزاكي تبعتي كل السكرينات اللي بينك وبينهم، ابعتيها ضروري للاعداد. وزي ما انتوا سمعتوا ضحيه جديده من ضحايا النصب. طول ما في طماعين وساذجين الحراميه والنصابين هيكتروا. طول ما في ناس عايزه المكسب السريع من غير تعب ولا مجهود ومن غير ما تتحرى الدقه بين الحلال والحرام، النصابين والحراميه هيكتروا. لازم لما تكون واحده اختها مأمناها على فلوسها وشايلاهم معاها، فهي عايزه تشتغل، فتلاقي حد يقول لها ابعتي ابعتي، وعشان يكسبك اكتر ابعتي اكتر. فمش بس تبعت فلوسها الخاصه بيها، دي كمان تبعت الامانه اللي المفروض هي شايلاها ومفروض انها امينه عليها، تبعتها عشان عايزه تكسب المكسب السريع. ولما خدوا منها الفلوس ابتدوا يعلوا السقف ويقولوا لها 15000 جنيه، لحد ما بيطلبوا منها انها تبيع عفش بيتها، انها تبيع هدومها، او تعمل لهم حاجات تانية. الحاجات دي ممكن تكون تصوري نفسك فيديو وانت مش لابسه، ايا كان بقى. حضراتكم ادرى واكيد كلكم سمعتوا عن التفاصيل دي. في النهايه احنا الله أعلم الدنيا هتوصلنا لفين، لكن أنا اللي متأكدة منه إن في حروب كتيرة جدا إحنا بقينا جواها وبنعيشها. ما بقتش الحروب بالأسلحة، بقت الحروب بالتكنولوجيا. زي ما أنتوا شايفين إزاي قدروا يستخدموا التكنولوجيا بالشكل ده. عشان كده النهاردة تم القبض على التيك توكر نغم، اللي كانت بتطلع تتكلم بطريقة مبتذلة، اللي كانت بتطلع تعرض جسمها بطريقة مبتذلة، اللي كانت بتطلع يعني بتتكلم وبقى شكلها عبارة عن بنت فجة بكل المقاييس. يا رب هي وكل اللي زيها اللي بيستخدموا السوشيال ميديا للربح
مش مهم ان هم بيدخلوا بيوتنا، مش مهم ان هم بيختشوا حياة ولادنا، هم اهم حاجة عندهم الفلوس والمكسب. فيا رب اي حد زي نغم وعلى شكلتها يا رب يا رب يتقبض عليه ويروح في المكان اللي يستحقه. معايا تليفون. الو الو الو، اهلا وسهلا. مساء الخير استاذه مروه. مساء الفل، اهلا بيك. انا بحييكي جدا على الموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا، وما كانش حد عنده الجرأة، معلش اديني المجال اتكلم، لان انا جوايا نار من القذارات والسفلات اللي بشوفها على التيك توك، وخصوصا معلش سامحيني، اكتر شعب جاب لنا العار في التيك توك هو الشعب المصري. ليه انا ما اعرفش ليه الواحده ترخص نفسها وتطلع لابسه نقاب وتهز وتعمل وتغني وترقص؟ اولا اساءه للنقاب، اساءه لنفسك، اساءه لشرفك، اساءه لاهلك. فين الاهل؟ فين الرقابه؟ الناس دي طب ابوها ميت، اخوها فين؟ فين الذكر بتاعهم؟ انا عايز افهم الحكومه المصريه ليه مش عارفه تاخد موقف، على الاقل تخلي وش بلدها نظيف. لا لا يا فندم، بس الحكومه يعني هتعمل ايه اكتر من كده؟ احنا النهارده تم القبض على التيك توكر نغم، وعايزه اقول لحضرتك برضو ما نقولش ان الشعب المصري كله، لان في الشعب المصري ناس بيخافوا ربنا وحافظين كرامتهم وبيتقوا الله، لكن دول خساره ينسبوا للشعب المصري اصلا. حضرتك سامعاني يا فندم؟ الو. انا ما اقدرش اقول الحكومه المصريه مقصره، لان حرام لما نقول ده، خلينا ندي لكل حد حقه. الحكومه المصريه تم القبض قبل كده على حنين حسام وبنات كتير وانوش، وفي ناس كتير انا يمكن مش متابعه وما اعرفش الاسماء، لكن تم القبض على اكتر من حد كان بيستخدم التيك توك بطريقه مبتذله وبطريقه لا تليق، واخرهم التيك توكر نغم. فطبعا اللي بنقدر عليه بيحصل وبيتعمل، وطب وغصب عنهم، لان يعني حضراتكم شايفين كم العدد اللي فجأة وطلع علينا، يعني حاجة صعب. الو 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 الو، اهلا وسهلا. ايوه استاذة مروة معايا. ايوه معاكي، اتفضلي علي صوتك لو سمحتي. تمام. معلش انا كنت عندي مشكله وكنت عايزه اكلم حضرتك تساعديني فيها. اتفضلي تحت امرك، سامعاكي. تمام. دلوقتي انا كان عندي زميلي في الجامعه كان شخص متقدم لي وانا رفضته، فهو كان يعني بابا رفضه بسبب ان هو ما كانش شغال وقتها وكان لسه متخرج، فمن بعدها كلم معايا وانا كلمته، ده كان ايوه غلط مني طبعا اكيد، ولما اتكلم معايا على اساس ان هو هيسافر بره في السعوديه لان اهله هناك وهيشتغل، وبناء عليه ان هو هيرجع تاني لما الظروف تتحسن ان هو يتقدم. طبعا ما حصلش اي حاجه من الكلام ده، قعد فتره طويله بيكلمني وانا بكلمه يعني لحد ما حصل بيني وبينه تجاوزات. عن طريق التليفون؟ لا كان موجود هنا وحصل ده؟ لا في البيت عنده. فدلوقتي هو انا ما اعرفش ان هو كان مصورني وكان مسجلي مكالمات وانا بذكر فيها اللي حصل ده، وهو دلوقتي هددني بيهم بسبب ان انا عرفت ان هو تواصل مع بنت، البنت دي مش كويسه، عرفت ان هو بيشرب حاجات مش كويسه. طبعا انا اعترضت على الحاجات اللي بتتشرب دي، واعترضت على موضوع البنت اللي بيكلمها دي، البنت اللي مش كويسه، واعترضت على حياتي معاه عموما لما خدت اجراء ان انا اوقف العلاقه. بقى يهددك باللي مصورك بيه؟ بالظبط، وبالفعل هو عمل بتهديده، هو كان معاه الخط بتاعي القديم عشان انا كان الخط بتاعه كان فيه مشكله، خد الخط بتاعي وعمل عليه تليجرام وانا وقفت الخط، اتاري ان الخط معمول عليه تليجرام ومعاه وفتحه، وطبعا الارقام اللي بنت عنده كلها، وهو دلوقتي دخل اكتر من حد لدرجه ان انا ما بقاش يعني ليا وش ان انزل الجامعه. يعني هو استخدم الفيديوهات وطلعها ووراها لناس كتير؟ مش فيديوهات، هي صورتين. صورتين؟ تمام. هو الصورتين ما كانوش فيهم حاجه، هما كنت انا وهو قريبين بس من بعض القرب غلط، بس انا يعني ما كانش فيهم حاجه وحشه جدا يعني. بس المشكله هي في المكالمات، وطبعا قبلها كان قبل ما يعرض الحاجات زي كده وينزلها طلب مني فلوس، ونزلت قابلته اديته الفلوس دي، مسكني في الشارع ضربني اتعدى عليا، وانا كلمت والدي قلت له حصل كذا 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 معايا، بابا كلمه وشتم بابا شتايم فظيعه جدا. معلش قولي لي انت كلمتي والدك حكيتي له ايه؟
قصي يعني قلتي الصوره كامله ولا قصيتي شويه لا حاجات؟ لا طبعا، لا قصيت الحاجه اللي ما ينفعش بابا يعرفها، حضرتك اكيد فاهماني. تمام. وبعدين انا قلت لبابا اكلمه، طبعا هو شتم بابا وبابا خدني وطلعنا على الاسم، الاسم التابع انا ليه اسم سلام، وعملت محضر بالفعل في الاسم، بس انا وقتها ما كانش معايا العنوان بتاعه، جبت العنوان بتاعه بعد كده، بس عملت المحضر في الاسم، ودلوقتي المحضر شغال، بس طبعا انا ابتزازي شغال من ورا اهلي، وبعت مع واحده صاحبتي قال لها لا اما تموت نفسها لا اما انا هخلي والدها يموتها، وبهددني دلوقتي ان قبل ما يبتدي بابا عن طريق التليجرام، طبعا جاب ارقام اخوالي وعماني ان هو يكلمهم قبل اي حاجه. اعوذ بالله اعوذ بالله. طبعا انا عارفه ان انا حضرتك هتغلطيني وانا غلطانه، بس انا ما كنتش يعني انا بس عايزه اقول حاجه واحده بس. انت قلت انا عرفت انه بيشرب وعرفت ان هو بيعرف بنات، كل ده عرفتيه بعد ما كنتي سلمتي نفسك ليه؟ انت 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 فيرجن ولا 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 الموضوع ايه؟ وصل لفين؟ لا فيرجن. طيب انت بتقولي انا عرفت، انت بتقولي انا عرفت انه بتاع بنات وبيشرب مخدرات، كل ده بتعرفوه بعد ما بتعملوا الغلط؟ يعني ما بتفكروش تعرفوا المعلومات دي او تفتحوا عينيكم غير لما بتكون عملتوا حاجه كبيره كارثيه؟ عارفه ان الكلام ده فات اوانه وما بقاش وقته، لكن انت لازم فورا فورا تروحي مباحث الانترنت. حاولت ان انا اتواصل ان انا اشوف حد ان انا اروح، بس انا تحت السن القانوني، انا 20 سنه. انت تحت ال 20 سنه؟ انا لا انا 20 سنه مش 21. فلازم فلازم عشان تعملي يكون معاكي حد هو الوالي بتاعك. بالظبط كده. وطبعا انت ما تقدريش تقولي لبابا. لا طبعا ما ينفعش. طب ماما فين دورها؟ ماما موجوده طبعا واقفه معايا، بس اكيد ماما مش هينفع ان انا احكي حاجه زي كده، طبعا ما ينفعش. ومش هينفع ان انت تستسلمي، على فكره السر مش هيبقى سر لمده كبيره، لازم تحكي لحد، لازم تقولي لحد عشان تروحي تعملي له محضر. القضيه دي ما فيهاش هزار، القضيه دي. هو طالب معاكي لسه في الجامعه؟ لا هو اتخرج. هو اتخرج. وعرفتي تجيب عنوان بيته؟ معاكي العنوان؟ معايا العنوان. طيب مهم جدا جدا جدا، لان احنا حتى لو تدخلنا وحاولنا نساعدك لازم يبقى معاكي حد هو اللي مسؤول عنك. احنا تدخلنا من غير ولي معاكي مش هيبقى ليه لازمه، لان دي اجراءات قانونيه، لازم يبقى معاكي ولي. دلوقتي لازم تعملي محضر في مباحث الانترنت، ولازم تقولي ان انت بتهددي وبتبتزي، ويا سلام لو معاكي مكالمه وانت وهو بيهددك. معايا كلمات كتير جدا وهو بيهددني. حلو جدا. وصاحبتك اللي قال لها وبعت لها الرساله موجوده؟ كل ده مسجل. ومستعده تقول اللي قاله لها؟ ايوه كل ده مسجل. طيب احنا لازم ناخد اجراء، بس لو سمحتي احنا هنشوف لك محامي فورا بعد ما نخلص الهوا، هنشوف لك المحامي الخاص بالبرنامج ويتواصل معاكي ويقول لك الاجراء. ولو احتجتي ولي شوفي خالك، شوفي عمك، شوفي امك، شوفي ابوكي، شوفي حد لو عرف الموضوع يحاول يلمه، لان احنا لازم نلم الموضوع ولازم نخلصه عشان يخلص، لان بني ادم زي ده بالحقاره دي. اديتي له فلوس قد ايه؟ هو كان لسه هياخد مني فلوس يومها لما ضربني، انا لما نزلت قابلته بناء عليه ان انا ما ادلوش حاجه عشان ما كانش فعلا معايا فلوس، بس لما لقى ان انا معيش فلوس تعدى عليا وكان عايز يرميني من فوق المعديه بتاعت العربيات. وكل ده اخلاقه دي ما ظهرتلكيش في ولا موقف خالص خالص؟ وكنت بتروحي عنده البيت، كنت يعني كنت مأمنة قوي كده؟ وده غلطي وانا بدفع ضريبه غلطي دلوقتي. طيب بعد البرنامج ان شاء الله بعد الهوا على طول خدوا رقمها لو سمحتم، هياخدوا رقمك في الكنترول لو سمحتي، خدوا هناخد الاجراءات القانونيه، لازم تحكي لحد اهل ثقه من عيلتك عشان يساندنا، هنشوف المحامي الخاص بالبرنامج يتولى الامر ونشوف ايه اللي نقدر نعمله. والبنات البنات ركزوا، انا قلت نقطة مهمة بالنسبة لي جدا، فكرة انتوا بس بتشوفوا العيوب لما بتكون وقعت الفاس في الراس، لما بكون رحت بيته وهو اهله مش موجودين وبقيت انا وهو في خلوة شرعية واحنا ما فيش بينا اي رباط شرعي، ساعتها بشوف عيوبه وبشوف ان هو بني ادم قذر وقليل الادب وبتاع مخدرات وبيعرف بنات. عيب، ما تعرضيش نفسك اساسا للموقف ده، ما تبقيش تحت رحمة حد اصلا، انت في غنى عن ده كله، ربنا عزك وكرمك بتذلي نفسك ليه والمين وعشان ايه؟ عشان الحب. الحب بريء من اي بنت بترخص نفسها الولد ده، مش حب، لان لما بتحبش نفسها وتصونها مش هتعرف تحب حد. معايا تليفون؟ الو
وبقول تاني، الحب بريء من اي واحده بترخص نفسها عشان واحد، وبترخص كرامتها واهلها وسمعتهم، اهلها اللي عاشوا حياتهم كلها عشان يربوها وتعبوا قوي وشقيوا وتغربوا وتعبوا وشقيوا بمعنى الكلمه، وبتكون النتيجه اللي بيحصل ده. طبعا هي بتسبق وتقول انا عارفه ان انا غلطانه. ايوه ما انا عارفه ان انت عارفه ان انت غلطانه، بس انا ما بكلمهاش هي، ربنا يكملها لك بالستر، يا رب يكملها لك بالستر. لكن انا بتكلم في اللي لحد دلوقتي بتسمعني النهارده ومركزه اهو وبتحب، ولسه بيضحك عليها بالكلام الحلو، ولسه بيقول لها يلا هنتكلم بالليل، يلا انت لوحدك في الاوضه ولا لا، طب قولي لي انت لابسه ايه. مش ده بيحصل؟ مش من هنا بتبدا الكوارث؟ ما البدايه بتبقى التليفون والشات، وبعد كده العلاقه العشم بياخدنا اكتر، وبنبتدي طب تعالي، طب اقابلك، طب انا لوحدي. فاي واحده مخطوبه، اي واحده مرتبطه تاخد بالها. معايا تليفون. الو الو الو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ألو؟ انا سامعاكي، اتفضلي. الو ايوه انا حضرتك سامعاني؟ انا سامعاكي يا حبيبتي، انت على الهوا. ازي حضرتك عامله ايه؟ انا بخير، لو سمحتي اسمعيني من التليفون واقفلي التلفزيون بعد اذنك. انا على فكره انا مش فاتحه سبيكر ولا حاجه. طيب اهلا بيكي، اتفضلي انا سامعاكي. بصي، هو انا عندي مشكله كده. اتفضلي. انا قاعده في، انا بقالي 13 سنه متجوزه وقاعده في بيت عيله وكده، يعني انا قاعده حماتي تحتيه. سامعاني حضرتك؟ ايوه انا سامعاكي جدا، اتفضلي كملي. انا مش عارفه الصوت مش حلو ليه. انا سامعاكي كويس قوي، حماتك تحتيكي. الو الو ايوه انا سامعاكي، اتفضلي كملي. بس يعني انا مفيش مشاكل ما بيني وما بين جوزي الحمد لله وكده، بس فحصل مشكله. يعني انا عندي سلايف اتنين بس مش عايشين في، معايا في نفس البيت. انا بس اللي عايشه مع حميد. تمام. وقعوني في مشكله في كلامه كده، مع ان انا كنت كويسه جدا معاهم وفاتحه لهم بيتي ومفيش اي حاجه، وخانوني يعني كل الكلام اللي كانوا مثلا يطلعوا لي وكده ينزلوا لغير حماتي والكلام ده. وانت علاقتك بحماتك كانت طيبه ولا كانت متوتره؟ لا كانت كويسه. مش وحشه، وهي كانت بتحبني وكده، وكانت تقعد تقول لي انت احسن واحده فيهم ومش احسن واحده فيهم وكده. بس كان فيها عيب يعني. مثلا ايه؟ يعني ايه هما يجوا يعني ايه تتكلم عليا تنتقدني، هما يمشوا تتكلم عليهم تنتقدهم. فاهمه؟ ما كانتش هاديه يعني في المواضيع يعني. يعني هي ايه سبب المشاكل كلها اللي هي حاطه ما بيني وما بينهم؟ وبعدين ايه حصل مشكله كبيره وكده وقطعتهم ومفيش كلام ما بيني وما بينهم. انا بقى من يعني انا بنت خالته. يعني عنده بنت خالته صاحبته كده. انا يعني بقالي 10 سنين بتكلم معاها وكده وعادي بفضفض معاها وكده. اكتشفت ان هي بتسجل لي. بنت خالتك؟ نعم بنت خالته. بتسجل لي، وطلعت راحت قالت يعني سمعت اخته وسمعت مامته وسمعتهم كلهم وكده. وايه كم الغل والحقد ده؟ يعني بنت خالتك بتسجل لك؟ طب بتسجل بنت خالته هو. بنت خالته هو. كنت بتقولي ايه بقى لبنت خالته؟ يعني عارفه انت لما تكوني بتفضلي حد او كده، دي انا بصي اقول لحضرتك على حاجه، ما فيش حد بيشكر في نفسه، انا والله طيبه ومش بعمل حاجه ومش بقت حد خالص، بس كده يعني. يعني هي اذتني كل حاجه. طب بنت خالته ايه الهدف؟ يعني كانت بتحبه مثلا فمتغاظه منك؟ لا هي مش بتحبهم، وكانت تاخد مني الكلام وكانت تسجله، وهم لما كانوا مش بيكلموا بعض ولما اتصالحوا كلهم بقى فاهمه. كله بقى ايه بقى يتكلم، واماني قالت واماني عادت ومش عارفه ايه. وانت كنت عك قوي يعني؟ كنت مزوداها يعني؟ عادي عارفه انت حضرتك لما بتكوني بتفضفضي. لا ما انا عارفه الفضفضه دي، يعني كنت قايله كل اللي في قلبك. ايوه. هي كانت بتسمعني وكانت كويسه معايا ومفيش اي حاجه، بس حصل مشكله كبيره وجوزي جابني عند مامتي وحصل مشاكل وكده. قعدت 15 يوم ما بكلمهوش ولا هو بيكلمني وكده. المهم يعني الحمد لله اختي صلحتنا ما بين بعض وكده، هو في البيت مش بيعاملني كويس. انت رجعتي بقى بيتك؟ رجعتي بيتك؟ نعم؟ رجعتي بيتك تاني؟ رجعت بيتي تاني. عشان خاطر ما ينفعش اخرب البيت عشان خاطر يعني حاجه مشاكل. بس الكلام كتير وكده، وهي بنت خالته كلمتني وقعدت تحلف تقول لي لا انا ما سجلتش حاجه ومش عملتش حاجه. طب قولي لي علاقتك بمامته وسلايفك دلوقتي عامله ايه؟ لا ما بيكلمونيش ولا مامته؟ ولا مامته، مفيش حد بيكلمني. وطلعت وحشه بقى وعمال يقعد يقول انت طلعت مش عارفه ايه طلعت ايه. بس هو بصي حضرتك هو عصبي جدا وغلط جدا،
بس هو اللي هو ايه ما بيتكلمش، بس بيديني كلام من تحت لتحت. طبعا كل حاجه قالوها، كل واحد قاعد يتكلم وكل واحد قاعد يقول. طبعا والدتي ما خلصهاش يعني وكده، وقالت لي لا روحي بيتك ما تخربيش بيتك عشان كلام ومش كلام ومش عارفه ايه، بس ما حدش بيكلمني فيه. طب وده مضايقك ولا بسطك؟ يعني فكره ان بنتي لا مضايقني، انا طلعت وحشه وانا مش كده اصلا. يعني انت متضايقه عشان صورتك اللي بقت موجوده؟ ايوه انا احسن واحده فيهم يعني هم احسن حاجه ومفيش حاجه، واهلي ناس كويسه جدا ومفيش حاجه، غير بقى اللي اهلي عاملينه فيا بسبب الموضوع دوت. طيب انا عايزاكي تهدي، اهدي 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 خالص، اهدي اهدي، وعايزاكي تبقي واثقه ومتاكده ان اكيد اللي حصل مش افضل شيء، واكيد يقلق ويؤلم، ولكن قدر الله ما شاء فعل. اكيد سلمي امرك للي خلقك واهدي، وكلنا بنخطئ وكلنا ممكن تخوننا افعالنا، لكن أيوه. مش نهايه الدنيا، ومش هينفع ان انت تظهري الضعف ده قصادهم. غلطتي غلطتي، ما انكرناش ده، غلطتي مش عشانهم، لان اللي انت قلتيه ممكن يكون حقايق فيهم. يعني اللي انت قلتيه ممكن يكون حقايق هم عملوها ومواقف هم عملوها، لكن ديننا علمنا ان ما ينفعش في ظهر حد نقول حتى حقيقته، لان دي تعتبر غيبه ونميمه. دايما بقول لكل الناس وبقول لنفسي قبليكم وانا اقل الناس، قبل ما تجيب سيره حد باي حاجه وحشه شوفوا قدامك، لو هو قدامك هتقدر تقول ده؟ هتقدر تقول نفس الكلام اللي لما اداك ظهره قلته؟ لو مش هتقدر اعرف ان انت لو عملت ده وقلت يبقى انت دخلت في الغيبة والنميمة. ده رقم واحد. تاني حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج لقى ناس، إناس بينهشوا بأظافرهم في أجسادهم، فسأل سيدنا جبريل من هؤلاء؟ سيدنا جبريل رد وقال له ان دول اللي كانوا بيجيبوا في سيرة الناس، كان بيقول على فلان ده منافق قوي. فعلا فلان منافق على فكرة، يعني هو ما ادعاش عليه، لكن ديننا علمنا ان حتى لو شفنا من اي حد عيب او صفه مش عجبانه نسكت، فلتقل خيرا او لا تصمت. مش قادر تقول الخير اسكت. فاللي انت طلعتي بيه من القصه انك تصلحي علاقتك بربنا عشان ربنا مش عشانهم، مش عشان فلانه اللي سجلت لي ولو اتحطيت في اختبار تاني انا هنجح وهاخد بالي انا بقول ايه وابقى ماسكه التليفون واخده بالي من كل كلمه بقولها. لا، انا هنجح في الاختبار عشان انا بصلح علاقتي بربنا، عشان في ذنوب تبدو بسيطه ونفتكر انها ذنوب هينه وتحسبوها هينه وعند الله عظيم، تفتكروها حاجه بسيطه، بس يوم الموقف العظيم هنتفاجئ ان في حاجات كتير عملناها حلوه عماله تتمسح، ونسال يا رب ليه؟ ده انا فلان عملت فيه الخير، ده انا كنت بتصدق، ده انا كنت بحط زكاه مالي. فنكتشف ونتفاجئ ان بسبب اللي احنا عملناه في الدنيا وبسبب ذنوب افتكرناها بسيطة وبسبب ان احنا اتكلمنا على فلان او اتكلمنا على فلانة حصل ايه؟ ذنوب خلتنا ننسى او ذنوب خلتنا الحلو راحت كلها مننا بسبب ذنوب احنا عملناها. فارجوكم ارجوكم 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 خدوا بالكم، اتعاملوا بحرص جديد جدا جدا عشان ربنا، مش عشان خاطر ان احنا نبقى عايزين نفضفض، لا فضفضوا كل شيء، بس لو شايفه ان انت البني ادم اللي لو قدامك مش تقدري تقولي ده امنعي انك تقولي ده، وامنعي انك تجيبي سيرته، فما تزعليش، خليكي قويه. غلطتي قولي انا غلطت، انزلي ليهم قولي لهم انا غلطت في حقكم وبصلح غلطتي عشان اولا ربنا يسامحني، وعشان انا وانتم ابتدى الكره يدخل بينا وده ما كانش ينفع انه يحصل. فأنا ببدأ معاكم وبمد إيدي بالسلام وبعتذر لكم جميعا، بعتذر اعتذر لحماتك، اعتذر لسلايفك، وقول لهم أنا غلطت، وخليكي قوية وشجاعة. قبلوا اعتذارك خير وبركة، ما قبلوش اعتذارك هم أحرار. وده يعلمنا إن اللي هقدر أقوله في وشك هو اللي هقوله في ظهرك، لكن اللي مش هقدر أقوله في وشك عمري ما هقوله في ظهرك. طيب بالنسبة للبنت اللي بتبتز، خلوني عايزة أقول رسالة مهمة قوي لكل الناس. الشرطة المصرية عندها وعي
كبير جدا بجرائم الانترنت، ومش غافله على ده خالص، ومش يعني اي حد بيعمل جريمه على الانترنت ما يفتكرش نفسه شاطر. الشرطه مدركه جدا لكل الامور دي، بدليل ان هم بيقبضوا على اللي بيعملوا تيك توكر، مع انه ممكن تعمل اكونت مش بتاعها ورغم ذلك بيتم القبض عليها. تاني حاجه، اي محضر بيتعمل في مباحث الانترنت خاص بابتزاز بنت او سيده او اي حال حد بيبتز بيعرفوا يجيبوه وبياخد جزاء وعقابه، والقضيه ما بقاش فيها تهاون. فبلاش بس ان اي حد يحصل له موقف يخاف ويقلق وازاي وفضيحه، الموضوع بيتم بسريه تامه. اتوجهوا فورا للشرطه، اتوجهوا لمباحث الانترنت، اتكلموا في سريه تامه، الموضوع ما بيبقى في سريه تامه وبيتعمل وبيبقى واخدين بالهم جدا جدا من اللي هم بيعملوه، والهدف في الاول في الاخر انك تجيبي حقك او انك تجيب حقك. وقبل كل ده فكر في تصرفاتك عشان ما تعرضش نفسك لموقف زي ده، فكري في تصرفاتك عشان ما تعرضيش نفسك لموقف زي ده. خلوني اطلع فاصل ونرجع نكمل مع حكايات مع مروه عزام. مشاهدينا اهلا بيكم مره تاني، واهم خطوه النهارده في البرنامج او اهم فقره، فقره من احياها او حمله من احياها، اللي بسببها وبيها بفضل الله باذن الله باذن الله انا هخس، وحضراتكم كمان باذن الله اي حد عايز يخس هيخس. طيب الحمله مكمله معاكم، الدكاتره بيحبوا يشاركونا، دكاتره كتير انضمت للحمله، دكاتره كتير عايزين يساعدونا من قلوبهم بجد عشان نخس، واظن مفيش اسهل من كده ومفيش احسن من كده. زي ما قلت لكم الحمد لله بفضل الله انا بدات في ده، ويعني انا مبسوطه جدا بالنتيجه، ويمكن حضراتكم ملاحظين ما وصلتش طبعا للنتيجه اللي بتمناها، ولكن النتيجه اللي انا واصله لها خلال اسبوع انا مبسوطه جدا وراضيه جدا عنها، ويا رب ثبتني عشان اقدر اكمل. فخلوني النهارده ارحب بالدكتوره الجميله دكتوره يسرى صلاح اللي بتساعدنا وبتسهل لنا الامور. اهلا بيكي. عامله ايه يا مروه؟ اهلا بيكي. ليه بس ايه القمر ده؟ الله يخليكي، انت اللي قمر ومبسوط. شكلك اتغير ولسه بقول لها وشك بدا ينزل، بقى شكله احلى، فعشان كده بنوصل لمرحله ان انت لما تنزلي في الوزن هتحلوي وهتصغري في السن، هتلبسي اللي انت عايزاه، الالوان اللي انت عايزاها، مفيش مناسبه هتقولي لها لا عشان مش عارفه البس ايه. وما اخبيش عليكي، الحجاب بيبقى يعني انا من بعد ما اتحجبت طبعا الحمد لله وربنا يثبتني ويديمها عليا نعمه، ولكن بيبقى الحجاب عايز جسم ارفع، بحيث ان ايه ان هو برده بيبقى مناسب مع الحجاب. مفيش ست رفيعه بتبقى ملفته عن الست التخينه او الست المليانه، تلاقي عندها كرش، عندها المنطقه اللي تحت جناب عريضه، ما بتعرفش تلبس، بتلبس سايز مختلف، او بتركن اللبس القديم ونبدا بقى نشتري لبس جديد واسع يبدا يغطي المناطق زي البطن والجناب والارداف. اخر مره كنا مع بعض كنا جايبين طب الحرق، النهارده بقى جايبه لك كوكتيل التخسيس. كوكتيل التخسيس، كوكتيل التخسيس حاجه كده، او كورس كامل متكامل. انت طبعا مجربه والناس بتثق فيكي جدا، ويعني حاجه حيه قدامكم اهي بتنزل معاكي تدريجيا كل اسبوع، وهي شايفه. وانا وعدتهم والله، وانا والله وعدتهم، ويعني يا رب اكون صادقه في وعدي، ان انا اللي انا هيحصل لي انا هقوله، واللي هيحصل لي انا هقوله لكم عشان حضراتكم اللي عايز يوصل. طبعا انتوا لكم الحريه الكامله، في ناس تحب تخس من غير اي عامل مساعد، انتوا احرار وبرافو عليكم، شابوه لاي حد يقدر يبقى عنده القدره انه يخس من غير عامل مساعد. لكن انا حقيقه دكتور حاولت كتير، باجي في النص وبزهق، انا عايزه حاجه تحطني على الطريق، حاجه تسد نفسي بجد. الكورس انا بقول بامانه سد نفسي، انا مستغربه. انا مستغربه نفسي حقيقي. مظبوط. ليه مستغربه؟ لان انت بتاكلي كميات اكل كبيره، جربتي انواع دايت كتير، ما عرفتيش تكملي. بنجرب مره او اتنين او يوم او اتنين وبتلاقي لا انا جعانه وجوع اخر الليل، ده بقى المشكله ودي الكارثه والمصيبه اللي الناس تلاقيها ما كلتش طول اليوم، بس انا مش عارفه انام وانا جعان. انا لازم اكل اي حاجه دلوقتي. فبنلجا لايه؟ للحاجات السريعه، للحاجات المحمره، فباكل وبنام، يبقى انا طول اليوم ما عملتش حاجه. انا النهارده جايبه لك كوكتيل التخسيس، حاجه كده كورس كامل متكامل، كل حاجه انت محتاجاها وانت بتنزلي في الوزن. المفاجآت بقى المختلفه عن المره اللي فاتت، وايه الهدايا وايه الحاجات اللي فعلا مفاجاه كبيره. النهارده او اخر مره كنا مع بعض كنت جايبه لك بشهر. الشهر ده قلت بفضل الله 18 كيلو بدون كلام.
في الشهر الواحد في خلال ال 30 يوم، سواء سنك صغير او سنك كبير، بنعاني من مشاكل زي الضغط او السكر او عندي اي مشاكل. انا خسيت في الاسبوع الاول 4 كيلو بس، لو مشيت ده يعني ده انا مبسوطه، دي حاجه كده يعني التوتال هيبقى 12 مش 18. هقول لك بيختلف عن جسم للاخر. احنا لسه في الاول، انا لسه الكبسوله بتاخد على جسمك، هتلاقي تاني اسبوع مختلف عن الاسبوع الاولاني، هتلاقي تالت اسبوع الجسم بدا يبقى فيه مصنع حرق في الجسم، فبتلاقي ان احنا بننزل اكتر بكتير من الاسبوع الاولاني. ف4 كيلو ده في ناس بتعمل دايت شهر كامل علشان ننزل 2 او 3 كيلو. فانا بخليكي اقل حاجه اقل حاجه في الاسبوع 4 كيلو. لا وعايزه اقول حاجه، عايزه اقول حاجه، بس انا كنت في عيد ميلاد لسه من 3 4 ايام وما اكلتش تورته. انا مبسوطه. من نفسك ولا من حد خاص بك؟ لا من نفسي، يعني هي كانت موجوده اوريدي وانا طبعا في العادي احبها قوي، لقيت انا مش عايزه، يعني نفسي مسدوده، مش رايحه، يعني انا لو كلتها ابقى باكلها فراغ، فقلت لا طب على ايه. فده برضو خلاني مبسوطه جدا جدا. حلو كده قلت قوي قوي قوي، فعلا ده انجاز كبير. وانتي بتقولي لي الكبسولات بتاعتي بتعمل ايه معاكي؟ طيب اول حاجه دايما بشتغل عليها هي الكبسولات، ده الوحش بتاعي في الكورس. طيب الكبسولات بتعمل ايه؟ بتعملي 5 حاجات لوحدها غير باقي الكورس. اول حاجه ان انا بسدلك الشهية، طبعا انت قلتي لي انا ما باكلش خالص وده غير العادي بتاعي، بتعلي معدل حرق 24 ساعه في اليوم. تعمل ايه كمان؟ بترسم شكل الجسم، وده كل ست بتحتاج ان انا ما انزلش من مكان ولسه المنطقه اللي تحت موجوده، لا بنرسم شكل الجسم بالكبسولات النحاته. ايه كمان معايا؟ بتعملي تكميم للمعده طبيعي يا مروه. تكميم للمعده ده بقى حاجه يعني اقوى حاجه ممكن تستخدميها في الكورس بتاعي. هي الكبسولات اللي بتعمل تكميم للمعده، غير ما ادخل ولا اقص من المعده ولا اتعب ولا اخد بنج ولا كل الكلام ده. انا بركن كل الكلام ده، بقول لها لو انت خلاص جربتي كل الحاجات وما نفعتش معاكي وخلاص داخله على العمليه، جربي معايا النهارده، قولي ان دي اخر تجربه ليا في التخسيس، ولو ما نفعتش معاكي وانا اتحداكي معايا ايه بقى النهارده؟ معايا الكبسولات والنقط والاعشاب، ومعايا 2 امبول الحرق. انت طبعا لسه مجربناش الامبول. لا لسه. امبولات الحرق دي صاروخ التخسيس. فين بالظبط او ايه المناطق اللي بتبدا تنزلها امبولات الحرق؟ تحديدا منطقه البطن او الجيب بتاع البطن بالارداف. الامبولات الحرق مخصصه للاماكن دي. طيب النهارده بقى ايه الخصومات وايه الهدايا اللي معايا؟ معايا خصم لمده ساعتين بس 60% خصم. 60%؟ 60% لمدة ساعتين. طب ايه بقى الجديد وايه المميز وايه الهدايا معايا النهارده؟ لو اشترينا كورسين او عرضين النهارده هناخد التالت هدية مجانية من غير ولا جنيه. يعني غير يعني اللي يشتري عرضين النهارده هناخد على الشهر الواحد بخلاف الساعتين، بخلاف ده اليوم كله. مظبوط. لو اشترينا عرضين هناخد التالت هدية. هناخد التالت هدية من اختيارك انت. يعني ايه؟ يعني عايزة اخد عرضين تخسيس وعايزة التالت تثبيت، او عايزة التالت نحت، او عايزة اكمل تخسيس. اخد التالت كورسات، يعني ممكن تلاتة يشتركوا يجيبوا عرضين وياخدوا التالت ونعمل هدية، ونعمل بقى تحدي مع بعض ونقسم سعر الكورس علينا احنا التلاتة. هتلاقيه سعره اقتصادي جدا جدا. توصيل مجاني لكل المحافظات يا مروة. متابعة مجانية مع الفريق الطبي. ودي اهم حاجة. اهم حاجه في ايه؟ ان حد بيقول لك هتستخدمي الكورس ازاي. طب انت عندي ضغط، عندي سكر، هستخدم الكورس ازاي مع ادويه الضغط والسكر؟ علشان كده بوفر المتابعه مجانيه. بس اهم حاجه لمده ساعتين فقط لا غير، خصم 60% على ايه؟ الكبسولات والنقط والاعشاب وامبولين الحرق. امبول الحرق الواحد بينزلني على الميزان وفي المقاسات 3 كيلو. 3 كيلو. يبقى انا معايا النهارده امبولين للحرق هديه مجانيه بنزول 6 كيلو ببلاش. لا انا هجربهم دول، انا لسه ما جربتهم. هتلاقي فرق كبير. طيب انا برضو عايزه اقول حاجه لاي حد بيسمعنا واي حد حابب يجيب الكورس، لان يعني الامانه بالنسبه لي هي اهم شيء. في رقم خاص بالشكاوي، الارقام قدام حضراتكم لاي حد عايز يجيب الكورس، دي الارقام وده المتابعه مع الفريق الطبي. في رقم خاص بالشكاوي، والرقم ده خاص بي انا وخاص ببرنامجي انا. اي حد عنده شكوى، اي حد اتضايق من شيء، وده عشان دليل، اكبر دليل على مصداقيتي قوي قوي وامانتي في ان انا واثقه في اللي انا بقوله، لان انا اللي برضاه لنفسي برضاه لحضراتكم. الرقم ده اي حد عنده مشكله، متضايق، عنده حاجه عايز يقولها، عنده معلومه، والفريق الطبي طبعا في ضغط على الفريق الطبي كبير، والناس يا ريت تقول سؤالها باختضاب، لان انا 3/4 المشاكل اللي جات لي ان هم عايزين يسترسلوا في الحديث مع الفريق الطبي، والفريق الطبي ما عندوش مكالمه، عنده الاف المكالمات، فبيرد على قد السؤال. فارجوكم خليكم محددين جدا في اسئلتكم، وده رقم الشكاوي لاي حد اتضايق، اي حد عنده مشكله، اي حد عنده اعراض حصلت
وصلت له الكرسي لازم يبعت فورا يقول لنا، لان لو حابب حتى ترجع الكرسي مفيش اي مشكله، وده للمصداقيه وده عشان حضراتكم وعشان الامانه، الامانه تخلينا نقول كده. طيب معايا تليفون، اهم حاجه يا مروه معايا تليفون. الو الو الو، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا استاذه مروه؟ اهلا بيك، اتفضلي. دايما كده يا رب قمر، والله يا رب يخليك يا حبيبتي، تسلمي لي. بصي انا من متابعينك وبحبك جدا وعندي ثقه كبيره قوي. طب حاسه اني خسيت شويه باينين؟ اللهم بارك ان شاء الله في كل حالاتك عامه، بس صراحه طبعا وده اللي شجعني ان انا اتصل. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. كنت عايزه بس اسال الدكتور عن حالتي وكده، وهل ينفع الكورس معايا ولا لا؟ اتفضلي يا حبيبتي، الدكتور معايا. ازيك يا دكتور يوسف؟ عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ما شاء الله عليكي، لسه ابقى زيك كده اموره. ربنا يخليكي. بقول لها انا نفسي ابقى الجسم ده، بس هنوصل ان شاء الله. لا معانا فعلا هنوصل. قولي لي ايه مشكلتنا. بصي بقى، انا صغيره تمام، انا عندي 25 سنه. صوتك باين. بس انا جسمي صعب قوي وسني صغير وصعبان عليا بجد ان انا شكلي كده. طيب وزننا كام؟ انا وزني 100. 100 كيلو 25 سنه. طب طولك قد ايه؟ قولي لي. طولي للاسف 156. احنا قصيرين. على ال 100 كيلو هتحس ان انت اكتر بكتير من 100 كيلو. طيب في اي مشاكل صحيه؟ انا عندي كنت لسه هقول لك، عندي تكيسات على الموبايل. طيب بسبب الوزن، تكيسات الموبايل دي لو في جواز او في مرحله خلفه انت هتقرريها، فدي هتعمل لك مشكله وهتعمل ازمه كبيره قوي ان انت تقعدي فتره طويله عقبال ما تعالجي التكيسات. وبرده الدكتور هيقول لك لازم تنزلي في الوزن يا مروه علشان مشكله التكيسات تتحل ويبقى عندنا فرصه للحمل. عايزاك تلحقي نفسك، انت بنوته لسه صغيره، ما تسيبيش نفسك لحد ما تبقي 100 كيلو 120 و130. احنا كل يوم بناكل وكل يوم عمالين بنزيد في الوزن وانا مش واخده بالي. هاخد بالي امتى؟ لما الاقي عندي مشاكل صحيه. عايزاكي تسمعيني، هرد عليكي واقول لك ان الكورس مناسب معاكي. اسمعينا يا حبيبتي، قولي لي بقى. بصي سنها صغير جدا جدا على 100 كيلو. طبعا 100 كيلو ده يعني انت لو سبتي نفسك سنه انت هتوصلي ل 130 و150 كيلو، وساعتها هيبقى عندك الفرصه قليله قوي ان احنا ننزل في الوزن. طيب انا دلوقتي خدت الخطوه، هعمل ايه؟ هاخد اي رقم من الارقام اللي ظهر على الشاشه. كمان يا مروه زودنا الارقام عشان الناس كلها تلحق الخصومات وتقدر تتابع براحتها مع اي رقم من الارقام. حلو. دي هكلم الفريق الطبي. الفريق الطبي مهمته ايه في اول مكالمه؟ بعرف سنك، وزنك، حالتك الصحيه، جربنا دايت قبل كده ولا لا؟ طب احنا عندنا مشاكل صحيه زي الضغط والسكر، هديك الكورس المناسب ليكي. طبعا انت الكورس المناسب ليكي لان كله اعشاب طبيعيه. مناسب من سن كام؟ من سن 12 سنه لحد 70 سنه. لو ست دلوقتي او راجل سننا كبير، اقول لا انا جربت حاجات قبل كده ولا لا؟ طب انا سن كبير مش مهم انزل في الوزن؟ لا مهم طبعا، مهم ننزل في الوزن طبعًا. عشان صحتنا. لو سبت نفسي هلاقي عندي ضغط عالي، هلاقي سكر من الدرجه الثانيه، مقاومه انسولين، واكبر مشكله المفاصل والركب. انا ما بقدرش اتحرك. هتلاقي سنك صغير مع الوزن الكبير، انا مش قادره اتحرك واطلع سلم مش عارفه. دكتور يسرى، برضو في ستات وهم بيسمعوني دلوقتي لو دور والدتي او اكتر تقول لك انا خلاص الحلق وقف عندي، الكلام ده حقيقي ولا الكلام ده اي كلام؟ بصي بعد ال 30 سنه ببدا حرقي ينزل تدريجيا. تمام. طب انا بعد ال 30 سنه وبعمل عوامل في اليوم بوظت لي الحرق، يعني انا باكل بالليل، باكل اكل دسم بالليل، باكل وبنام، طب انا عامل ايه؟ انا الاكل اللي انا اكلته هيبدا يتخزن، لان انا بعد الساعه 7 8 بالليل الحرق بتاعي بيبدا يقف، انا بقى باكل بعد الساعه 7 8. طب الاكل اللي انا اكلته ايا كان، مقليات، شربت مياه غازيه، اكلت حته حلويات، هتبدا تروح فين؟ مفيش مصنع شغال. انا بديها ايه؟ بديها النقط. النقط دي بتبقى شغاله معايا لمده 48 ساعه، مصنع شغال حتى وانا نايمه. يعني لو أنا النقط دي هي اللي بتفضل مخليه الحرق شغال. عندي معانا صوره قبل وبعد. يلا خلي الناس تاخد امل كده وتفاؤل. يعني انا بجد بجد مبسوطه، ومبسوطه ان الناس بتجتهد عشان تخس. صوره قبل وبعد طبعا. بصي بقى، هو يعني هو ما كانش تخين قوي برضه، يعني انا مبسوط الصوره دي. هقول لك ليه باين ان هو مش تخين قوي؟ عشان هو طويل. عنده مشكله كبيره، عنده الجزء اللي فوق زي شكل التفاحه. انا جسمي من فوق مليان دهون، شايفين دايما بقول لهم خلي اللبس اللي وانتوا كنتوا لابسينه وانتوا تخان خليه عندكم، خليه هو عشان البسه لابس نفس التيشيرت. بعد ما ننزل في الوزن نازل معانا 22 كيلو في شهر. اللهم ليه بقى؟ انا بقول 18 كيلو في الشهر ده لكل الناس، بس في ناس معايا ممكن تجيب اكتر من 18 كيلو وهو كمان سنه صغير عنده 32 سنه، فقدر ما شاء الله يجيب 22 كيلو. ياخد الكورس ينزل معايا في الشهر. يعني مثلا اي عروسه دلوقتي بتسمعنا فرحك ناقص له شهر، شهر ونص، في امل وفي فرصه ان انت تبقي فرحك واحده تانية وتجيبي الفستان اللي انت نفسك فيه. هنستخبى بقى في الفتره دي، استخبى واطلع بقى بالفرح بلوك جديد
بصي بقى دي 44 سنه، 44 سنه عشان الناس اللي بتتفرج علينا وتقول انا سني كبير الكورس ما يجيبش معايا نتيجه او هيبقى معايا مشكله. دي اتشفطت، دي اتشفطت. بصي بقى اللبس بقى واسع عليها طبعا. شايفين نازلين بقى كام كيلو؟ المفاجاه نازله معايا 40 كيلو. ده في قد ايه؟ في 3 شهور. سنها كبير، ما بقدرش اتحرك، عندي سكر من الدرجه الثانيه. بسبب ايه؟ انا عندي مقاومه انسولين، مقاومه الانسولين دي ده انذار يا مروه. انا خلاص لو ما لحقتيش ونزلتي معايا في الوزن خلاص انا هفضل طول عمري بتعالج بالسكر. صحيح. فاحنا شايفين بقى الصوره، ده الانجاز. انا مبسوطه جدا جدا، ويا رب يا رب يا رب ابقى من ضمن الناس اللي تحط لكم قبل وبعد يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله في خلال شهر واحد موعدكم والله. اول ما انول المراد هحط لكم قبل وبعد. دي صفحه الخاصه باي حد عايز يطلب الكورس، والارقام قدام حضراتكم برضو لاي حد عايز يطلب الكورس تقدروا تتكلموا على الارقام دي. دي ارقام الفريق الطبي لاي حد اشترى الكورس وعايز يتواصل مع الفريق الطبي لاي سؤال تقدروا تتواصلوا. خلي عندكم صبر شويه على الفريق الطبي ارجوكم ارجوكم. الناس دي شغاله ومش بتكلمك انت لوحدك، دي بتكلم الاف من الناس. فلو سمحتوا خلي سؤالك على طول باختصار، عايز كذا، لو سمحت انا ناقصني كذا، اعمل ايه، بحيث انه يقدر يجاوبك من غير ما انت تتضايق او هو يتضايق. لان الشكاوي اللي جت كلها الناس ما بتصبرش، الفريق الطبي ما بيصبرش عليا، انا ببقى عايز احكي له قصتي وهو مش بيصبر. احكي له بقى سيبوا القصص لي، احكي له القصص لي انا بتاعت حكايات، سيبوا الناس على قد السؤال. هقول لك بيحكوا قصص ازاي بقى. انا بشتغل كذا، طب انا النهارده مش عارفه جارتي شافتني وعملت ايه. طب انا عشان كده بقول لهم، انا عشان كده بقول لهم وبنبه، عشان الناس بتزعل وتقول لك لا ده هم مقصرين. فحرام يعني، ندي لكل الناس حقها والارقام قصادكم وكلنا هنخس وهنبقى حلوين. مفيش مستحيل معانا بفضل الله، هتنزلي بامان رقم واحد. تاني حاجه ان انت معاكي حد بيتابع معاكي لحظه بلحظه. طب انا نسيت النهارده اخد الكورس، طب لسه مروه كان بتشتكي لي من حاجه، انا الكورس بتاعي اخده قبل الفطار ولا بعد الفطار، امتى يجيب معايا نتيجه اكتر. صحيح. دي الاسئله اللي انا دايما بقولها لهم، اسالونا الاسئله اللي انتوا عايزينها. انا كنت باخده بعد الفطار بس انت قلت لي خليه قبل. هناخد بقى قبل الفطار لمده اسبوع كمان. عشان كده بدي الفريق الطبي يتابع معاكي طول الشهر. ليه؟ انا كل اسبوع بديله طريقه استخدام معينه مختلفه عن الاسبوع اللي قبله عشان الجسم ما ياخدش عليه. بالظبط، عشان ما تعودش او الجسم بتاعي ياخد على زي ادويه البرد. هتلاقي دواء كان بيجيب معايا مفعول حلو قوي، شويه تاني مره بغيره. لا ممكن اخد منه 2 3 عشان يجيب معايا مفعول زي الكبسوله الاولانيه. فانا النهارده بفضل الله معايا كبسولات ونقط بترفع معايا معدل حرق. قلت الكبسولات بتعمل لي 5 حاجات لوحدها، دي بقى للاعشاب، ودي حاجه مهمه جدا جدا يا مروه. انا جسمي ممكن تلاقيه منفوخ، الناس اللي معديه ال 100 كيلو هتلاقي نص وزنها ميه. بسبب ايه؟ عندي املاح، عندي ميه تحت الجلد، سموم، باكل مخللات كتير، باكل حاجات فيها موالح كتير، فخزنت لي ميه. الاعشاب دي وظيفتها ايه؟ ان هي تطرد الميه بره الجسم والسموم بره الجسم عشان لما انزل انزل صح. ودي من ضمن الباكج اللي موجود النهارده دي من لمده ضمن ساعتين. لمده ساعتين، لمده ساعتين خصم 60%، واللي هياخد كورسين هياخد التالت مجانا. انت عايزاهم بقى ياخدوا التالت مجانا؟ انا حاسه ان ده عرض جامد جدا. العرض حلو ليه؟ لان انت هتوفري رقم كبير او مبلغ كبير قوي لما تاخدي تلاتة. لو انا وزني 130 كيلو انا هاخد التلاتة انزل وزن كبير، وزن لا انا فرحانه كمان بفكره تلاتة صحاب او ثلاثه سلايف او ثلاثه اخوات يعملوا الموضوع ده فيتشجعوا كلهم مع بعض. ان شاء الله كلنا نخس بصحه وعافيه، ان شاء الله تكونوا احسن حاجه في الدنيا وزي ما انتم بتتمنوا. انا الكورس هيساعدكم وهيسد نفسكم. حاولوا بقى تاكلوا كمان، تستغلوا الفتره دي في الاكل الصحي. على طول قدامكم طبق خيار، طبق خس، يعني نقنقوا كده في حاجات صحيه ومفيده، بحيث ان انتم ان شاء الله تخسوا بصحه وتبقى بشرتكم حلوه ونضره، وباذن الله باذن الله نوصل للوزن المثالي اللي كلنا نفسنا فيه. بحبكم جدا جدا، والوقت بيجري معاكم بسرعه جدا جدا. ميعادنا دايما بيكون اربع وخميس وجمعه الساعه 9 مساء على شاشه قناه هي. بحبكم في الله، وتحياتي ليكم مروه عزام.